أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد للقريب والبعيد للصالح